طلعنا من سوريا لانه يعني قصف وصار تضرب الطياره يعني بسدنا يعني اتلمت يعني ما عاد شغله ما عاد توازينا بدنا نطلع خلاص. فقدت بابا بعد بسنتين ما تركت بيتي، كانت الحياة مأساوية كتير بالنسبة لنا. بيساعدني الرسم، بعبر عن شخصيتي وبعبر عن نفسي. لما أرسم بحس إشي بيطلع من جواتي. الغناء فن، الغناء هو فن. الواحد من خلال الغناء اللي هو بيستطيع يغنيه بيعبر عن مشاعره، عن الشيء اللي جواته.